بسم الله. كان محمد عاملا في إحدى ورشات المدينة، وكان مخلصا في عمله، محبا له على الرغم من أن جسمه النحيل لا يحتمل مشقة العمل الدؤوب، وهذا ما جعله يصاب بمرض ألزمه الفراش. أخذ المرض يديب جسمه النحيل، وكانت زوجته فاطمة قلقة عليه، تبكيه وتتحصل لما آل إليه أمره. أخذ مرضه يشتد وصحته تضعف، فأحس بأنه على وشك أن يغادر هذه الحياة ويفارق أعز الناس عنده. فقال ذات يوم لزوجته في صوت ضعيف: إني سأفارقكم يا فاطمة، سأغادر هذا البيت الذي عشت له وفيه. سامحيني يا زوجتي إن لم أترك لك ولابنك ثروة تحميكما من متاعب الحياة، ومع ذلك فإني متأكد من أنك ستواجهين الأيام بصبرك الذي عرفت به، وذكائك الذي فطرت عليه، وتربيتك الطيبة لابننا. حاولي أن تكوني كما عرفتك. مات محمد، فبكت زوجته، وحزن عليه طفله، وتعسر على فراقه أحبابه وأصدقائه وكل من كان يعرفه. إنه رجل يستحق كل هذا التأثر والجزع. لقد فارق الحياة ولم يترك شيئا لزوجته وولده. بدأت فاطمة تفكر في عمل، ولكن ولدها كان هو الحاجز، فمن يرعاه؟ هل تذهب لتبحث عما يأكلانه وتعرض ابنها للضياع؟ واستمرت أياما كثيرة تفكر وتستنتج وتبحث عن، حتى اهتدت في النهاية إلى حل، وهو أن تكون عاملة في نسج الزرابي. ارتاحت للفكرة واطمأنت إليها، فباعت بعض حليها واشترت بثمنها الصوف وغسلت وفتلت خيوطه وبدأت عملها، حيث نسجت زربية أبدت في نسجها روعة وإتقانا، وتفوقت في زخرفتها إلى حد لم تكن تتصوره. ونصحت ابنها بأن يكون عونا لها، هي بالعمل وهو بالدراسة، لتكون منه رجل المستقبل. وكلفت ابنها بأن يذهب إلى السوق عقب انتهائها من عملها كي يبيع من توجها. فرح عمر بالفكرة وحمل ذات يوم زربيته وذهب بها إلى السوق وباعها، وعاد فرحا إلى البيت يحمل في جيبه النقود. وقد سره كثيرا إعجاب الناس بنسيج الزربية وزخرفتها. فرحت فاطمة بنتيجة عملها. في يوم من الأيام ذهب عمر إلى السوق كما كان يفعل سابقا، وبينما كان يتجول وقعت عينه على كيس، فمد يده إليه وفتحه. كانت دهشته كبيرة عندما عرف ما فيه من نقود، فعاد إلى البيت بسرعة وهو ينطر أمامها دنانير ذهبية لماعة، وقال مخاطبا أمه: بهذا يزول فقرنا وتتحسن حياتنا. فوجئ الابن بغضب أمه وهي تسأله في صرامة: من أين أتيت بهذا وكيف وصل إلى يدك؟ كان ابنها يصرخ وهو يؤكد لها بقسمه أنه وجده ملقا على الأرض. فنهرته أمه وأمرته أن يعود به إلى السوق ليبحث عن صاحبه، وفهمته أنها لا تعيش إلا من عرق الجبين. فلما رأت الحيرة في وجه ابنها قالت له: ألم تفكر في صاحبه؟ فإذا كنت الآن فرحا بالمال لا شك أنه حزين بما فقد وأضاع من مال. وقالت له: عد إلى السوق واعلن بصوت مرتفع ليسمعك جميع الناس، واعلمهم بأنك عثرت على كنز، واطلب منهم بعد ذلك أن يبرزوا أمامك العلامة الخاصة بهذا المفقود. ففعل ما أمرته به أمه، فإذا بأحدهم يجري نحوه وهو يهرول، وأنفاسه تكاد تحتبس في صدره، وأعلمه بأنه صاحب الأمانة المفقودة. فطلب منه عمر أن يصفها له، فلما وصفها له وكان وصفه مطابقا للحقيقة سلمه الكنز. فأراد صاحب الكيس أن يكافئه بقطعة ذهبية، ولكن عمر أبى أن يقبل خوفا من غضب أمه عليه. فقال الرجل معجبا به: إني لم أرى مثلك، فرغم الفقر الذي يبدو عليك ورغم صغر سنك، إلا أن نفسك الأبية أبى عليك أن تقبل إحسان الناس إليك أو أن تأخذ مكافأة على رد الأمانة لأهلها. فخير لك أن تذهب إلى البيت لتستشير والدتك وتسألها أي الأمرين تريد، دعاء خير أم قطعا ذهبية من هذه التي بين يديك.
لما رجع عمر أخبر أمه بما حدث له مع صاحب الكيس، غضبت أمه في وجهه وقالت له: يظهر أن الذهب ما زال يلعب بعقلك الصغير، عد إلى هذا الرجل واطلب منه دعاء الخير، فهو أفضل لنا من عشرات الأكياس. فعاد عمر إلى السوق وأخبره بما يرغبان فيه هو وأمه. عندئذ رفع الرجل يديه إلى السماء وأخذ يدعو الله في خشوع أن يوفقه إلى ما يسعده في دنياه وآخرته، وأن يرزقه زوجة صالحة، وأن يمن الله عليه بزيارة بيت الله الحرام كي تكتمل قواعد إسلامه. مرت سنوات، فكر عمر بعدها في الرحيل طلبا للعلم ورغبة في اختيار وسيلة عيش تسعده في حياته، لأن أمه صارت عاجزة عن العمل. وهكذا قصد بلدة سمع عن غزارة العلم لدى علمائها ولطف المعاملة عند سكانها. وعندما نزل بهذه المدينة أخذ يلازم المسجد ليستمع إلى دروس شيخ أعجبته وأثرت في نفسه، وهنا حصل التعارف والتقارب بين التلميذ والأستاذ، وعرف الشيخ حالة هذا الفتى وما يرغب فيه من عمل يكفل له العيش، فعرض عليه الشيخ أن يكون عاملا في مزرعته ويقيم معه في منزله. وعندما ازدادت معرفة الشيخ لعمر رغب في أن يصاهره ويزوجه ابنته، فلما أخبره عمر عن انشغاله بأمه التي تعيش وحيدة طلبه بأن يأتي بها لتعيش بجانبه. فتحسنت حياة عمر بعد ذلك وعلت منزلته بين الناس بفضل قربه من هذا الشيخ، وازدادت سعادة عمر أن تم الزواج بحضور أمه التي أولته عنايتها. وذات صباح رفع عمر يديه عقب صلاته ليشكر الله بعد أن حقق له أمنيتين، ولح في الدعاء أن يحقق له أمنيته الثالثة. فلما سمعته زوجته لعبت بها الظنون وأخبرت أمها بما سمعت، وأنها تخشى أن يكون قد تزوج قبلها ويأمل أن يتزوج بعدها، وتلك هي الأمنية الثالثة التي لم تتحقق له بعد. فجزعت الأم لجزع ابنتها وأخبرت زوجها الشيخ بما يساور ابنتهما، غير أن الأب أنكر هذا الإدعاء. دخل عمر البيت وألقى تحيته بابتسامته المعهودة، فإذا به يلاحظ ما أدهشه، إن العائلة غاضبة واجمة. فلما سأل عن السبب أخبره سهره بما يشغل بال ابنته، فضحك عمر من هذه الأوهام وضحك أكثر لغيرة زوجته. ثم شرح لهم عمر قصة أمنياته الثلاث فقال: كنت صغيرا بائعا في السوق ووجدت كيس دنانير ذهبية، أرجعتها إلى صاحبها فدعا لي بالخير فتحسنت أحوالي وتزوجت هذه المرأة الصالحة، وبقيت للثالثة وهي تأدية فريضة الحج. فقال سهره مندهشا: أنت إذن من أرجع إلي كيس نقودي وأبيت أن تأخذ على رد الأمانة لأهلها شيئا؟